أسماء أولاد من الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعود إليكم متابعينا بفيديو جديد عن أسماء أولاد من الجنة. يحتار الآباء والأمهات أثناء البحث المستمر عن الجديد والحديث من الأسماء، وخاصة منها تلك الأسماء الدينية والإسلامية، وبالأخص أسماء أولاد من الجنة والتي تتميز بجمالها والتي يلجأ إليها المسلمون عامة من أي مكان. أيمن، وهو من اليمن والبركات. ريان، وهو باب من أبواب الجنة. جهاد، وهو من الجهاد والشجاعة. كاظم، من يملك نفسه. أحمد، وهو الكثير من الحمد. صابر، وهو من كثرة الصبر. بسام، كثير الابتسام. براء، هو الشخص الحسن النوايا. إسلام، يدل على دين الإسلام. وهكذا يكون الفيديو قد انتهى. أتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب والجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.